تجمعنا أنا وزملائي الصحفيين في نقطة قريبة جدا من الجيش، جهزنا حالنا، لابسين كل المعدات، خوذي من شوي شلحت الخوذي، الواقي انتظرنا شيرين تأتيجي هي وزميلنا علي، كنا في المقدمة أنا وزميلتي شادى حنايشي. وصلنا كشفنا حالنا للجيش، بعد ما كشفنا حالنا للجيش تقدمنا أمطار معدودة بجانب مصنع البلوك أبو سواي، بس وصلنا مصنع أبو سواي صار اطلاق نار بكلهم علينا، اطلاق النار لفيت وجهي اطمن عليهم، ناديت الكيت شيرين على الأرض، الكيت شادى اطلاق نار عليها، احتميت بصور، بعد ما احتميت بصور صار اطلاق النار علينا، بعد ما صار عملية اطلاق النار علينا ظل حاولنا نسعف شيرين، ما قدرنا نسعفها، شادى مش قادر اتصلها وهي عبعد سنتيمترات، انا تحت السور واطلاق النار علينا، الاحتلال استهدف شيرين وهي لابس الخوذي، الاصابة تحت الاذن الاصابة بهاي المنطقة، كانت الاصابة الاحتلال كان مصر يقتلنا عبر القناصة، وقعت شيرين وهي لابسة بريس، مع ذلك من حاول الانقاذها كان يطلق عليه النار، شيرين كان استهداف واضح إلها وإلنا كطواقم صحفية، علي سمودي اتصاوب كان آخر واحد اتصاوب، ومع ذلك يتمكن من قطع المسافة عن القناص وتجاوز المنطقة الآمنة، احنا ما قدرنا نسعف شيرين لوقت طويل، فشيرين الله يرحمها. شكرا.